السلام <تصحيح> عليكم ورحمة الله مرحبا أعزائي التلاميذ How درسنا اليوم هو إنجليزي ثالث ابتدائي صفحة 56 56 عندنا الوحدة الرابعة يونت 4 Lesson 3 وهذا راح يكون مثابة مراجعة اليونت الرابع فعندنا موضوعنا أو عنوان موضوعنا هو What is it? What is it? يعني ما هذا? What is it? اوكي راح نسال هنا عن هذه الاشياء نقول ما هذه الاشياء فعندنا start يعني البداية عندنا هذا صورة الهدية فنقول what is it ما هذا نقول it is a present it is a present هدية what is it it is a robot okay what it is what is it it is a doll it is a car it is a computer it is a beer يعني دوب it is a ball يعني كرة it is a doll يعني دمية It is a report. What is it? it? It is a laptop. What is it? It is a bus. It is a robot. يعني رجل آلي. What is it? It is a light. What is it? What it? What is it? It is a bike. Bike يعني bicycle. هنا it is a ball. يعني هنا كرة. What is it? It is a kite. طائرة ورقية وعندنا finish. Anytime.